انا معايا ايضا ياسمين يوسف، وياسمين كتبت عن تجربتها هي الشخصية، انها اكتشفت من سنين قليلة، وياسمين يعني مش طفلة، شابة كبيرة، اكتشفت من سنين قليلة انها عندها ADHD. ياسمين مساء الخير. مساء النور. اهلا بك. يعني اكتشفتي امتى قصة الـ ADHD ياسمين؟ انا عندي 38 سنة، اكتشفت من تقريبا 3 سنين. بس مفاجأة. ازاي بقى؟ انا كان قصتي مختلفه شويه. انا كان عندي مشكله اكاديميه قويه جدا في المدرسه، وانا كنت في احدى المدارس الشديده اللي معروف عنها انه مش بس التفوق، يعني تفوق دراسي مع طريقه حياه مختلفه، يعني كانوا بيدخلوا للدايره. فطبعا انا ما كنتش لايقه خالص على المدرسه بكل المقاييس يعني. وكان عندي، وده اللي كنت محظوظه يعني، كان عندي صاحبه والدتي هي اللي اكتشفت الموضوع ده. هي كانت لسه في اول سنه جامعه بتدرس سايكولوجي، وكانت غالبا بتفهم، فبتساعدني في المذاكره، وغالبا فهمت الموضوع، فابتدت تساعدني بطريقه غير مباشره. وبعد ما انا عديت كل المراحل دي وعملت الماجستير بتاعي في اداره الاعمال، كانت بتكلمني بتقول لي، بقول لها شفتي وصلت لايه؟ يعني واضح ان انا ما كنتش، ان انا كنت اخر دفعتي واخر الفصل واخر كل حاجه اكاديميا، تعبت جدا يعني. فكانت بتقول لي على فكره انت عمرك ما كنت بليده ولا عمرك كنت غبيه، انت كان عندك ADHD. وكان تفسيرها انه ADHD هو مرض بيتم تحفيزه بظروف معينه. انا الظروف ان المدرسه ما كانتش فاهمه، وكان كل الكلام اني بليده وغبيه ومش ببذل مجهود، والحقيقه كانت ان انا مش عارفه اركز. انت بقى كنت بتحسي بايه؟ يعني بتحسي ان انت بتعرفيش تركزي؟ يعني اوصفي لي انت. هقول لك احساسي كطفله. احساسي كطفله كان ان انا مش مهتمه باللي بيحصل، ومش عارفه اتواصل معاه. والناس القليله اللي فهموا القصه دي كانوا مدرسين قليلين، وانا بدلهم بكل الفضل يعني، ان هم كانوا بيحاولوا دايما يتواصلوا يعني. فهتلاقيني دايما مثلا في حاجات العلوم اللي فيها اكسبيرمنتس او فيها حاجات بتتعمل بالايد، انا متواصله جدا وفاهمه جدا ومركزه جدا. لكن غير كده لو انا في محاضره او في السن ده كنت في الفصل، انا بلف حوالين نفسي وبطلع من الفصل وبقف واقعد. وده بالنسبه للمدرسه فارق معاها قوي السلوك، او بالنسبه لها دي هي دي المشكله. كنت انا طفله غالبا عندي مشكله سلوكيه. بس انا في التسعينات الفتره دي، فكان بالنسبه لهم. وعديتي كل ده بدون اي تدخلات ولا حاجه ولا ادويه ولا حد عرف اصلا اسم الاي دي اتش دي؟ ما اخدتش ادويه استاذه لميس، لكن صاحبه والدتي دي كانت بتساعدني، زي ما حصل في المسلسل بتاع خلي بالك من زيزي، ان هي ابتدت تدخلني. مثلا هدي اكزامبل، في العلوم بيبقى فيه دايما اكسبيرمنت، مثلا زي موضوع ان لو انت حطيت طبق ساقع قدام البراد هينزل ميه، فده المطر. وكانت قعدت المدرسه 3 سنين تشرح ده من غير ما اشوفه بعيني واتفاعل معاه. فكان عندك حد، صاحبه والدتك دي اللي بالظبط المدرسه الملاصقه ليكي اللي كانت طبعا في المدرسه كان كل الكلام انه دايما الريبورت بتاعتي بتطلع انه ياسمين عندها مشكله سلوكيه، لانها في وسط الحصه بتبتدي تتحرك في الفصل. او انه ياسمين، وعلى فكره انا مش بلوم المدرسه ولا بلوم الناس، لانه في التسعينات كان ما حدش فاهم ايه دي الاي دي اتش. العلاج النفسي كله مختزل في علاج الادمان. مظبوط. طيب هو ده كان الترند. علشان الوقت، وانا عارفه ان انت بتشتغلي ايه ياسمين دلوقتي؟ انا بشتغل مدير اداره قطاع الموارد البشريه والاداريه في شركه استثمار تبع الدوله. فيعني حاجه كبيرة، ونقيض كل الفشل الدراسي، او يعني التعثر الدراسي. فشل رهيب. انا كنت اخر الدفعة. وماله يا ستي، ما حصلش حاجة. بس انت دلوقتي انا بس عايزة ادي امل للام اللي كانت بتتكلم. عايزة اقول لها حاجة فارق معايا انها تسمعها قوي. انا لما خلصت انا تعبت جدا في الدراسة حتى في الجامعة، لكن لما ابتديت ادرس حاجات ليها دعوة بالاتش ار او بالموارد البشرية في شغلي، انا عملت ماجستير، لدرجه ان المدرسه بتاعتي اللي اكتر مدرسه وقفت جنبي
بعتت لي هزارة ما قالت لي لو ما كنتيش اخدتي الماجستير ده من بره كنت قلت اشتريتيه. ده بيقول حاجه. بيقول ان انت تقدري. لو الطفل لو انت فهمت جالك الادراك ده وخليت الطفل يعمل الحاجه اللي هو مقتنع بيها واللي هو بيحبها واللي هو عنده فاشل ليها هينجح، ولو انا نجحت يبقى اي طفل متعثر هينجح. انا بشكرك يا ياسمين جدا.